رحلة العذاب لا تتوقف، ولا يحاكي هذه المشاهد سوى ما تعانيه البلاد عموما من مصائب متتالية على مختلف الجهات. مهجرو محافظة حجة، أو هكذا باتوا يعرفون اليوم من خلال الصورة، فما أن استقر بهم النزوح في قرية شليلة بعد اقتراب لهيب المعارك من مساكنهم في قرى الخرشة والحوثلة وأم الغرف، أجبروا مجددا على تركها عقب مجزرة ليلية مروعة ارتكبتها ميليشيا الحوثي منتصف الشهر الماضي. شردونا من شليلة، من بلادنا أول شيء الخرشة، ولجأنا شليلة، ضربونا قتلوا منا 8 شهداء و10 جرحوا. ومع المشهد المرعب الذي استيقظ عليه أهالي مخيم النازحين بعد استهدافهم بقصف صاروخي لميليشيا الحوثي، كان النزوح مجددا خيارا حتميا لتجنب تكرار تلك المشاهد المروعة. حصل موت للأطفال، للنساء، للرجال، للعيال، ما بقى حد. هربا من الموت، نزح 10 المدنيين من أهالي عزلة بني الحداد بمحافظة حجة ليستقر بهم الحال هنا في هذا المخيم في محاولة للنجاة من بطش الميليشيات الحوثية، غير أنها محاولة بدت معها فرص الحياة منعدمة ما دامت تلك الصواريخ يد الميليشيا طولة في رقاب المدنيين. منذ قرابة الأسبوع يرقد في هذا المستشفى المسمى مستشفى الطوال الحدودي عشرات المصابين والجرحى من النازحين، فضلا عن أولئك الذين استشهدوا بجريمة القصف البشعة إذ فارق الحياة 9 مدنيين وجرح نحو 26 آخرين، جميعهم يتلقون العلاج هنا، بينما بعض ممن كانت حالتهم حرجة تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى في المملكة العربية السعودية، وهو ما يقدم تساؤلات عدة حول أهمية تخليص المناطق اليمنية من سيطرة الميليشيا وتجنيب المدنيين المزيد من القتل والدمار ونزيف الدم المستمر. محمد يوسف لقناة بلقيس محافظة حجة.